أرقام رسمية ودقيقة عن أعداد النازحين السوريين في لبنان، هذا ما أكده رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرا من برنامج الحدث. عدرا كشف أن آخر دراسة عن أعداد النازحين تعود للعام 2014، والتي أجراها الوزير السابق يعقوب الصراف بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة. وأشارت الدراسة إلى أن عدد النازحين وقت ذاك بلغ 1,028,000 نازح، 53% منهم أعمارهم تحت 15 عاما، و4% نسبة من يفوقون 55 عاما. عدرا لفت إلى أن عدد العاملين السوريين اليوم بلغ قرابة 300,000 عامل. في عندك بعكار مثلا 130 شخص بالكيلومتر مربع. أوكي. ببيروت هون 1,200 شخص بالكيلومتر المربع. بطرابلس 2,288 شخص بالكيلومتر المربع. كلها بالمناطق، حتى إذا بتروح على بعبدا مثلا، بس تقول بعبدا الناس بيتخيلوا بعبدا انه منطقه مسيحيه كذا الى اخره، لا، بعبدا توزيع اغلبهم بالمناطق اللي هي مصنفه مسلمه بين هلالين. اوكي. فالتوزع الجغرافي، توزعهم للنازحين كان بالمناطق اللي هي شيعه وسنه. اوكي. اقل عند المسيحيين. يعني كان في نوع من هيدي عم نحكيها تنقول انه، بس هيدي لموضوع طائفي ولا موضوع حاجه الاقتصاديه اليوم بهالمناطق؟ في حاجه اقتصاديه، في يمكن يعني نحن عم نحكي المدن الاساسيه، يعني عم نحكي بيروت وعم نحكي طرابلس، يعني منطقه العمل اللي عم يشتغلوا فيها، منطقه الشغل، وفي كان يمكن يعني كيد اسهل لهم يقعدوا فيها، واي شغل بعتقد هذا الشغل. وتطرق عدرا ايضا الى موضوع التقسيم الفيدرالي، كاشفا عن نسب التوزيع المذهبي في لبنان والفارق بين الفيدراليه السويسريه وما يتم طرحه في لبنان. على سبيل المثال بسويسرا بيقول لك انه الفيدراليه بسويسرا، اي لانه بتسمع الطرح انه بس سويسرا، سويسرا في عندها لا تزال خدمه عسكر، يعني في زميه موجوده سويسرا، في قرار كان مركزي بالفيدراليه، يعني هذا اختيار كان للدولة المركزية وللناس انه بدنا ندير شؤوننا بهالطريقة بتفاهم، مش بتحديات، مش بوضع هيدي هي بالاولى. بعدين اللي عم بيحكوا بالفيدرالية بيقولوا لك انه نحن عم ندفع الضرائب ونحن عم ندفع هيك، يعني في، وهو ما بيشبهونا. بالواقع 70% من اللي عم يندفع من يعني نحن عندنا دخلنا بيجي من التبقى، من الجمارك ومن الضريبة العقارية. طب ما 70% من الساكنين بهذا البلد هن شيعة وسنة إذا بدنا نحكي طائفيا، والدعاة الفيدرالية رح يقوموا عليك، يعني طلع هلا أعطيتنا نسبة، إذا 70% المسيحيين صاروا 30%. منيحة 30%، هذه مسجلة، هذه عظيمة. مو قال لي يعني أنت في طلعت نروح عند لأنه في دراسة طلعت أو نقال من قالها وقال على رئيس نجيب رئيس حكومة، يعني أنه 29% 19% وقال الرئيس كمقيمين قليلة، مش هيك قديش تقريبا؟ ما شو هلا الرقم هلا؟ لا بس لانه احنا وقت قلنا رئيس حكومه يعني كان عم يطلع عمل نقاش كبير بالبلد، قلنا شيء 29 بعتقد المقيمين المسيحيين، انا عم بقول 30%، انه هيك قلت 30% على المقيمين في لبنان، انه هن اللي عم يدفعوا الضريبه وعم يدفعوا يعني هلا فيها تكون هيدي، يعني فيها تكون اقل شوي اكثر شوي الى اخره. تسع سنوات مرت على اخر احصاء لاعداد السوريين في لبنان، منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا عجزت وزارات الدوله ومؤسساتها عن احصاء اعداد النازحين وتاثيرهم على مختلف جوانب الحياه اللبنانيه، والحل بحسب عدرا هو اطلاق الحوار الرسمي والمسؤول مع الحكومه السوريه للبحث في عودتهم الى اراضيهم.